الفجوة التمويلية في مصر تفوق 4.8 مليار دولار، وهي قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وبعض التقديرات تتوقع وصول الفجوة إلى 11 مليار دولار. ورغم ذلك فزيارة صندوق النقد لنا تعد إيجابية. هل هناك مخاوف من فرض شروط لقبول صندوق النقد الدولي على إقراض مصر؟ تصريحات وزير المالية تؤكد عدم وجود أي شروط من شأنها التأثير على قيمة الجنيه المصري، ونحن لازلنا بانتظار معرفة الشروط الأخرى. أما فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الوقود المحلية، فلا زالت المحادثات جارية بهذا الشأن. ما أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر؟ أعتقد أن ذلك يعكس الثقة بالاقتصاد المصري وبدء عودة الاستقرار السياسي في البلاد، الأمر الذي سيشجع المستثمرين على العودة إلى الأسواق المصرية. ما هي المدة الزمنية اللازمة لإيقاف النزيف المستمر للاحتياطات النقدية بمصر؟ هناك العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ تمكنا من الحصول على 840 مليون دولار من البنك الدولي ونحو 1.5 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعهدات بقيمة 2 ملياري دولار من قطر، وهذه جميعها مؤشرات جيدة، ونأمل أن تبدأ الأمور بالتحسن. Things should start picking up.